فبخصوص يعني المدرب الجديد فهو البولندي سيكلاف ميشميفيتش، المدرب اللي كان فاز كاس بولندا الدوري البولندي كاس السوبر ديال بولندا مرتين، افضل مدرب سنه 2018 2022، وايضا كان مدرب المنتخب البولندي وشارك في مونديال قطر وصل للدور دور 16. ايضا غيكون تغيير ايضا حتى في طاقم التدريب بحيث ان المساعد الاول ديالو ايضا غيكون بولندي، في الوقت المساعد الثاني فغيكون مغربي اللي هو جروندي، وبخصوص المعسكر الاعدادي فهو ينطلق يوم الاثنين. كما كيعرف الجميع فمباشره بعد الانتصار على المدرب التونسي نصر الدين نادي اللي اختار انه تكون عنده تجربه اخرى، فالاكيد يعني شان جميع الفرق الكبرى كتوصل مجموعه من السيارات الذاتيه يوميا السيارات الذاتيه كتقاطر، فكان هناك تريث من اجل دراسه يعني السيارات الذاتيه من طرف طاقم من طرف اللجنه التقنيه المختصه بتدبير ملف الانتدابات سواء تعلق الامر بمدرب او بالوافد الجديد او باللاعب ايضا اللي غادي يغادروا، وتم الاستقرار على 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 اختيار المدرب البولندي تشيسلاف ميشميفيتش باش يكون مدرب الفريق المدرب الفريق الجيش الملكي خلال الموسمين المقبلين.